السلام عليكم ورحمة الله. بخصوص نتائج الصف السادس الإعدادي المهني، نتائج السادس المهني غدا الخميس سيتم إعلان نتائج المهني. سيتم توزيع النتائج ورقيا، يمكن للطلبة متابعة صفحات التواصل الخاصة بالمدرسة لمعرفة موعد استلامها، وعلى الطلبة الخارجين مراجعة مديرية التربية لمعرفة نتائجهم. وسيتم نشر النسخة الإلكترونية في حال توفرها. طبعا بخصوص نتائج الصف السادس المهني، نتائج المهني يوم الخميس، يعني اللي هو باكر، نقول اليوم هو الخميس، تمام، راح يكون إعلان النتائج على الطلبة مراجعة المدارس، حتى يعني على صفحات التواصل الخاصة بالمدرسة، يعني يتابعون المعلومات أو شنو الموعد استلامها. أما بالنسبة للخارجيين لازم يراجعون مديرية التربية حتى يعرفون نتائج.